أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عظيم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم يفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن الناس فنصفها ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Zidan. Terima kasih kepada CK. Belum. Selanjutnya, ntar kan kalau ngambil nomor, dapat nomor 5 sempama. Ntar kalau tanda selesainya dari ketokan dari juri gitu, liatin makanya. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor 2 dengan nama Zidan. Gah, kilo. Al-Baqarah ayat 62. Wah. Kenapa enggak ikutan kita? Ini video. 5 besar dong. Apa? Yang 5 yang terbaik.